طبيعيه. نريد ان نتحدث دكتور سمير عن مرض بالنسبه للام المصابه بمرض السكر، ليس سكر الحمل نعم. تحديدا ولكن السكر العادي. نعم. هناك نوعين كما يعرف الساده المشاهدين، نوعين بالنسبه لمرضى السكر تايب 1 تايب 2 اللي يعتمد على الانسولين او بتعتمد على الاقراص الخاصه بعلاج مرض السكر. الام الحامل في الفتره في فتره ما قبل الحمل ومريضه السكر وتخطط لانجاب طفل اخر، كيف تتعامل مع هذه الحاله؟ في اهم حاجه بالنسبه لمرضى السكر هو تنظيم معدل السكر في الدم بفتره قبل الحمل، فتكون معدلات طبيعيه. اذا كانت معدلات طبيعيه في فتره تكوين الجنين الثلاثه الاشهر الاولى من تكون وتخلق الجنين، تكون احتماليات النتائج بالنسبه لحملها بالنسبه لنسبه التشوهات مثلها مثل الام الطبيعيه. فلذلك مهم جدا ان يكون معدلات السكر عندها طبيعيه. الحاجه الثانيه اذا كان في تاثيرات جانبيه بالنسبه للسكر على الكلى او على النظر، يتم تحديد درجه وشده مرض السكر وطريقه ووضع الخطه بالنسبه للمتابعه. مريض السكر مهم مثل اي امراه تخطط للحمل ان تكون تاخذ حمض الفوليك بفتره سابقه للحمل. قبل الحمل دكتور سمير. نعم. قبل فترة الحمل قبل فترة تأخذ حمض الفوليك على الأقل لمدة شهر. طب الجرعة دكتور سمير؟ الجرعة المناسبة للحالات هذه 1 ملغ تأخذها يوميا، حبة يوميا. وحمض الفوليك له ليس له أعراض جانبية كبيرة، وهو يعتبر من الفيتامينات المكملة. بالنسبة للحالات المرضية التي تكون على أدوية معينة مثل التشنجات أمراض الإبليبسي، تكون الجرعة مختلفة تماما، تكون 4 إلى 5 ملغ يوميا. الحالات الأمهات التي كان عندهم حالات سابقة مصابة بتشوهات في الحبل الشوكي أو بعض تشوهات المخ، تكون الجرعة مختلفة 4 أو 5 ملغ. ففي حالات تكون الجرعة عالية إذا كانت الأم على أدوية قد تزيد من احتمالات الإصابة بتشوهات الحبل الشوكي أو على أدوية تزيد الاحتماليه هذه. دكتور نعم. بالنسبه لمريضه السكر ذكر دكتور ان تنظيم السكر مستوى السكر في الدم قبل فتره الحمل وخلال فتره نعم. الحمل. نعم. في فتره الحمل طبيعه الادويه لو كانت الام تايب 2 او معتمده على الاقراص، الطبيب يحولها على الانسولين نعم. للحفاظ على الجنين او التصرف الطبي الصحيح في هذا الوقت ماذا؟ في طريقتين، ممكن ان تحول من البدايه من قبل الحمل في الفتره السابقه للحمل إذا كانت تخطط للحمل، والأغلب الحالات تكون في البداية يتم تنظيم السكر سواء في المستشفى، تدخل المريضة لمدة يوم أو يومين، يتم فيها تنظيم السكر عن طريق الإنسولين، وبعدها يتم متابعتها في عيادة السكر سواء في عيادتنا في طب الأمومة والجنين أو مع طبيب الغدد الصماء. نعم.